لو النضارة البيضة دي نجحت معاك حاجات كتير هتتغير جواك. حلوة أوي النضارة دي. تعالي بقى نبتدي كلامنا من الأول. ما تستغربش يا ابني، العالم ده كله زيف وأنا ليا. لازم نلاقي حل. أحمد مجنون يا فخر، هو بيسيب شطار. موضوع النضارة ده لازم يكمل. مش لونك يا فخر، هتعدي عليه لقمته. شوف لك مكان تاني غير هنا يا فخر. محدش هيورث الحاج بدير الطيب. انسي نفسك تعرف انك مش لوحدك في الدنيا. انت بتلبس النضارة عشان تندرى فيها. ما تجربش على حد بتحبه عشان تفضل تحبه. واتش إت.